أنه ستأتي أجيال ولو أعدم عمر المختار، إنما ستأتي أجيال وتستمر في النضال. في بعض صناع الفن يعني بينغشوا بمسألة أنه هو سينطلق إلى العالمية من خلال إعطاء صورة سيئة ترضي الغرب عن العرب. رغم الضغوط اللي تعرض لها كثير، كانت ضغوط طبعا سياسية وضغوط مالية، ولم يرضخ لها الضغوط وفضل انه يعمل للقضية. يا عمر، لماذا لا تستسلم؟ احصل على افضل الشروط مع الايطاليين. محمد رضا سيرتب لك طريق الامان للخروج. الامان؟ الى اين؟ الى مصر. الى مصر لأختبئ مع أخيه. Omar Mukhtar, they offered him millions. Okay, stop what you're doing, do something else. My father was offered many parts, many movies that didn't fit with his message, and he turned them down. عرض عليه أن يعمل أفلام عن شخصيات عربية كبيرة جدا، وأنا أعرف إنه أعطوه شك مفتوح يحط الأرقام اللي هو عايزها، لكن رفض. مصطفى لم يبحث عن العالمية لشخصه، يعني لم يكن يريد أن تقول عنه أنه فنان عالمي أو مخرج عالمي، هو كان يرفض ذلك. هو يقول لك أنا لا فنان عربي، حاولت أن أنطلق إلى العقل الغربي. بدك أنت جمهورك وكيف تكلمه، أنا بكلم جمهور غربي غير ما بكلم جمهور عربي. أول ما منشوف عمر المختار أنا بدي مثلا جمهور يتعاطف معه في العالم كله. حاولت أظهره كمدرس للأولاد، هالمشهد هذا بيتفهم فيه كل أنحاء العالم، بيعرفوا ما هو أستاذ، ما هو معلم أولاد، بيتعاطفوا معه وبيحبوا. معناها سيطرت على الجمهور، لأنه هالشخصية هيدي ما دام أحبوها، إذا ضحكت بيضحكوا، وإذا ناضلت بيناضلوا معاه، وإذا بكى بيبكوا معاه. طبعا هو اكتشف كيف يمكن أن يستطيع أن يخاطب العقل الغربي الذي كان عصيا جدا على أي خطاب عربي. نصراني مني نوى، خذها إلي. بالنسبة للعالم الغربي كنا نضع لقطات من علاقة المسلمين ببقية الأديان أو بالمسيح ومريم، كل هاي